ايه بصراحه ايه؟ انا لا يمكن اتجوز واحد اختي بتحبه. اختك بتحبه؟ ايوه يا بابا. اختك مين؟ فوزيه من الحنفي؟ لا سوسو يا بابا. سوسو تعبت. انا يا دوب كنت بستلطفه بس، مجرد استلطاف وراح لحاله خلاص. وما لقيتيش غير خطيب اختك تستلطفيه قلت الحياه؟ وانا كنت بشم على ظهر ايدي ان حضرتك بترسم على الناديه. انا افتكرته مش بتاع حد. مش بتاع حد ليه؟ سبيل. بس انا بصراحه كده ما اقدرش اضيع عريس لقطه زي ده، عنده شقه مطرحين وصاله وعفشه ميه، يعني على بلاطه كده واحده فيكوا لازم تتجوزه. متشكره قوي يا بابا، انا عن نفسي متنازله عنه لاختي سوسو. لا والله انا اللي متنازلك عنه. ولا يستحيل اخد حاجه ما تخصنيش، وانا ما اقدرش اكل لقمه حد بصلي فيها. هي عزومه يا بنت انت وهي؟ خلصوني، الراجل زمانه طالع السلم. بنت يا سوسو. نحم كهينة. تعالي هنا يا بنت. نحم يا بابا. حضرتك حيسني؟ حيسي. انت يا مقصوفة الرقبة مش كنت حضبيضي على الجواز؟ كنت، انا لسه صغيرة يا بابا لما كمل تعليمي الاول. واحنا يعني خلاص هنتجوز ونخلف في الليلة؟ كفاية خطوبة ربط كلام. قولوا بقى انكوا عايزين تخلصوا مني ولا مش قادرين على مصاريفي؟ انت مش قادرين على مصاريفي، قولوا كده وريحوني بقى. يا ماما تعالي شوفي الشاف اللي بيجري في البيت اللي انا فيه ده. يعني انت مفيش حد من عينك؟ طب انا قلت هتتجوزيه بقى هتتجوزيه بس. جاك عمى في عينك؟ حاضر. ورجلك فوق رقبتك. متشكره جدا يا دكتور رافض، ودينا طفشهولك. طفشيه؟ اقطع رقبتك. متشكره جدا يا دكتور رافض، ودينا ضربه البيت على نفوخكم كلكم حته. منا انا مالي بالحته دي كله يا ربي. منا معلش انا وانت قدام الطويل يا دكتور رافض. منا يا ماما انت فين اللي اسمك سامح عشان اخرب بيتك؟ انا سوسو اتجوز فسيحة؟ منا ايه؟ منا دي اللي تقولها؟ دي لغة حديثة متطورة خاصة بسوسو يا بابا. انا تقولي منا